هذا وتمتلك مملكه البحرين ارضيه ملائمه في تنظيم مختلف الالعاب والدورات الرياضيه على الصعد كافه نظرا لبيئتها الاداريه والفنيه والتشريعيه التي يمتلكها المجال الرياضي ونجحت البحرين في تنظيم العديد من البطولات الرياضيه وحصدت على اثرها اشادات واسعه من قبل مختلف الاتحادات الرياضيه تمضي مملكه البحرين برؤيتها الطموحه قدما في تاسيس ارضيه صلبه لمنظومه العمل الرياضي التي وضع لبناتها الاساسيه جلاله الملك المعظم مما يعكس ايمان جلالته الراسخ بان الاستثمار في الرياضه هو استثمار لمستقبل وعالم افضل للاجيال القادمه ايمان تعزز بمبادرات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعمه اللامحدود لوضع مملكه البحرين وجهه رئيسيه للاحداث الرياضيه الدوليه الكبرى واستنادا لهذا الدعم الملكي السامي والبيئه الاداريه والفنيه والتشريعيه التي يمتلكها القطاع الرياضي وبدعم مباشر من سمو الشيخ ناصر بن حمد وبمتابعه مستمره من سمو الشيخ خالد بن حمد استطاعت مملكه البحرين ان تحقق العديد من الانجازات الرياضيه المختلفه على الصعود كافه ووصولها الى منصات التتويج عالميه وعلى ارضيتها الخصبه وخبرتها الرياضيه نجحت المملكه في تنظيم العديد من المسابقات والفعاليات في مختلف الدورات والالعاب الرياضيه المحليه والاقليميه والعالميه والتي كان اخرها تنظيمها المميز لدوره استثنائيه من دوره الالعاب المدرسيه الدوليه والتي كانت محط انظار العالم وفقا لارقام قياسيه في عدد المشاركين والحضور التي تسجل لاول مره في تاريخ هذه الدوره وفي إنجاز رياضي جديد حاز ملف مملكة البحرين بشأن استضافة النسخة السابعة عشر لدورة الألعاب العربية 2031 إعجاب الوسط الرياضي فتمخض عنه فوز مملكة البحرين في تنظيم دورة الألعاب العربية ثقه الاتحادات الرياضيه بمملكه البحرين يؤكد على المكانه التي تحتلها الرياضه البحرينيه في حسن التنظيم والاعداد لمختلف البطولات الرياضيه في ظل تظافر مختلف الجهود الوطنيه لتنظيم مختلف الالعاب الرياضيه التجمعات الرياضيه التي تسعى مملكه البحرين الى استقطابها وتنظيمها على ارضها تعكس ايمانها الراسخ باهميه العمل الرياضي ودوره الفاعل في التواصل والتقارب بين مختلف الشعوب